توكلي على الله. نسمع يلا. موضوع الخيانة. الخيانة؟ الخيانة خلنا نسميها السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يلا نسمع نسمع ونحدد بعدين. صحيح. فكنت حابة أعرف رأيك الحين، يعني واحدة مثلا تعرضت لهذا الموضوع حكم السوشيال ميديا، وأنا نظرتي أنه سهولة السوشيال ميديا هذه الأيام خلت كثير تحصل مشاكل بين الزوجين بسبب هذه الأمور. فحاب أعرف رأيك في هذا الموضوع. أنا الآن ما فهم تحديدا، هل تقصدين أن الخيانة الزوجية عن طريق السوشيال ميديا مثلا؟ نعم. أها. طيب تحبي تعرفي رأيي من أي زاوية؟ وليش أساسا تصير في خيانة زوجية عن طريق السوشيال ميديا؟ وهل السوشيال ميديا اليوم هذا هو السبب؟ هل السوشيال ميديا اليوم وجدت لشيء من هالنوع أم وجدت للتواصل الاجتماعي والاستفادة وما إلى آخره؟ هذا هو، يعني الواحد حاب يوصل رسالة من خلال برنامجك، أن يعني يوم تكون الحياة زوجية زينة ومستقرة والأمور تمام، يعني هذه الأمور أتوقع أنها ممكن تكون ثغرة على أنها تدخل المشاكل لحياة مستقرة. سهولتها للأسف، سهولتها هي اللي خلت هذه المشاكل. خلينا نفصفص الموضوع شوية أم زيد نوعا ما، يعني تمام. أولا وسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل بالنهاية تستخدم في السلب وتستخدم في الإيجاب. صحيح. وهي على حسب طبيعة المستخدم نفسه، إذا كان المستخدم إنسان مثقف، إنسان واعي، إنسان فاهم، إنسان عاقل، يستطيع أن يستخدم بشكل إيجابي. ولكن إذا كان هذا الشخص عنده نقص ما في موقع ما، طبيعة الحال سيستخدم هذه الوسيلة استخدام سيء. فقبل لا نروح نحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، خلينا نحكم على الأشخاص نفسهم. هذا الشخص إيش اللي خلاه يلجأ لشيء من هالنوع؟ صحيح. يعني أنت تقولين حادث حصل لوحدة تعرفينها. صحيح. عدل ولا لا؟ صحيح. في النهاية شنو ظروف هالإنسانة؟ شنو الوضع الاجتماعي اللي هي فيه؟ شنو نوعية العلاقة اللي بينها وبين زوجها؟ أو شنو النقص اللي أدى فيها إلى أنها تتجه اتجاه سيء، أو أنها تكتشف أنه سواء هي أو زوجها يعني يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي استخدام سيء. صحيح. هذا 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 أنا أتصور في وجهة نظري هو الجزء الأهم اليوم. ما اتجه هذا الشخص ولا اتجهت هذه الإنسانة إلى هذا الأمر إلا لوجود نقص ما اللي المفروض بدال لا يعوض في وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على الاثنين الجلوس ورؤية ما هو هذا الخلل ومعالجة هذا الخلل. صح ولا أنا غلطان؟ صح معك حق. كمان النقطة اللي حابة صوتك طارق، بس ارفع لنا الصوت لو تكرمت، أنا ما قاعد أسمع. هي أثر هذا الموضوع على السيدة نفسها، على الست. يعني يمكن الرجل ما يشعر بها فيها، يعني يعني شعورها هي بهذا الموضوع. بالإضافة إلى أنه يعني مثل ما تقول إذا الحياة مستقرة والأمور زينة، أمورهم وايد زينة وعلاقتهم وايد رائعة، فلما يحصل هذا الشيء فهو نوع من أنواع الصدمة لها. أكيد. ونوع من أنواع الزعل. أكيد. يعني هي تحبه، لكن بنفس الوقت هي مضايقة، هي انجرحت بطبيعة الحال. بطبيعة الحال خلينا نوقف عند هالنقطة أيضا اليوم. طبعا بطبيعة الحال لازم نفهم ولازم نعرف بأن البني آدم اليوم ضعيف، لكن من هو أضعف أمام هذه الوسائل؟ هل هي من هو المتأثر الأكبر؟ هل هي المرأة أم الرجل؟ صحيح. عدل ولا لا؟ المرأة بطبيعتها عاطفية، وهذا اللي أنا أطرحه لك يا أم زيد ولكل صحيح. المستمعين والمشاهدين، من هو الأضعف أمام التأثير الذي يحدث من وسائل التواصل الاجتماعي؟ من هو الأضعف في أنه يلجأ إلى شيء من هالنوع؟ هل هو الرجل أم المرأة؟ هذا اللي نبي الناس يشاركونا بعد فيه. هل هي المرأة هي الأضعف، هي الكائن الأضعف، هي التي تتأثر بسرعة، هي التي تميل بسرعة، أم الرجل هو الذي يتم إغواءه بسرعة وهو اللي يميل بسرعة؟ وفي النهاية لو كان الأساس متين، لا الرجل ولا المرأة أعتقد أنه بيكون ضعيف،
بيكون واعي اليوم. انت بتحبي زوجك عسى الله يخلي لك اياه، مستحيل تتاثرين اذا كانت علاقتك في زوجك ممتازه وبيتك مستقر وما الى اخره. ومستحيل ايضا الرجل يلجا الى شيء من هالنوع اذا كان بيته مستقر وحياته مستقره. واعتقد انه هموم الحياه تكفي او فيها ما يكفي اليوم لنا ان احنا ننشغل فيها ونوفر الوقت اللي موجود عندنا في الفايده لانفسنا ولبيوتنا ولاولادنا ولاسرنا ولعوائلنا. عدل ولا انا غلطان؟ عدل اكيد. لكن هي المراه بعد عاطفيه ومشكلتها هذا ما تنسى هذا الجزء اللي كنت باتيه. المراه عاطفيه، المراه عاطفية. احيانا يعني ما ادري منو اللي راح يتفق مع ام زيد ان المراه عاطفيه وتاثر، يعني افهم من كلامك يا ام زيد ان المراه عاطفيه وتتاثر بسرعه. طبعا. طيب طبعا تتاثر. ما هو بالنهايه الرجل ايضا انسان ويتاثر. صحيح، وانسان وكلنا معرضين للخطأ. يعني اذا قلنا اذا قلنا اليوم المراه محتاجه كلام حلو، محتاجه حنان، محتاجه حب، ترى الرجل ايضا محتاج حب ومحتاج حنان ومحتاج كلمه جميله، محتاج كلمه الله يعطيك العافيه، محتاج اهتمام المراه اليوم، لانه هو اللي فيس تو فيس مع هموم الحياه وصراع الحياه. فبالتالي في وجهة نظر من نفس الموضوع القصة، يعني حابة أعطيك جانب من هذه القصة اللي صارت أمامي. نعم. أنه زوج يعني وايد علاقته رائعة مع زوجته، والعلاقة بينهم جدا رائعة. أوكي. فهذا هو الصادم بالموضوع، أنه أنا التعامل معي وايد زين. زي هذا ليش؟ هذا ليش يحصل لنا؟ قصدك شو اللي خلاك تسوي كذي؟ شو اللي خلاك؟ فهذا الجرح بالموضوع، يعني إيه تقول أنا لو مقصرة، أنا لو مو زينة، أنا لو علاقتي فيه سيئة، أو أنا يعني ما. منو قال لك هالكلام؟ إيه هي اللي قالت لك هالكلام؟ نعم. طيب ما هو ممكن في جانب هي مقصرة فيه وهي مو شايفتها، دائما اللي داخل الدائرة غير عن اللي برا الدائرة. هاي كانت نصيحتي لها. أحيانا يوم زيد هي ترى نفسها إن أنا مو مقصرة، أنا مسوية. والجانب الأهم يعني مو هو الموضوع، مو موضوع طبخ ولا أولاد ولا نفخ ولا ترتيب بيت وبس، ولا حتى والله كلمة حلوة وفقط، لا، في مشاركة في الهم. صحيح. عدل ولا أنا غلطان؟ صحيح. وهذا ينطبق على الاثنين. دائما الإنسان لا يرى عيوبه. هاي المشاكل لما تحصل، أتوقع أفضل شيء، وأنا قلت هذا الكلام، إنه لازم يكون في حوار هادي، أخذ وعطاء، ينعرف وين النقاط الضعف في الموضوع. صحيح. علشان الحياة تستمر، يعني مو على أقل غلطة ممكن الحياة تنتهي والموضوع يكون فيه أولاد وبيت، فلازم يكون فيه. وليش نتجه اتجاه هذا يا مزيد؟ إحنا ليش دائما البشر نتجه إكستريملي على آخر نقطة من 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 من, من, من أعلى ليفل من 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 الزعل أو من الحلول؟ ليش خلاص أنت عملت كذا، إذا انتهى الحياة بيني وبينك؟ طيب ما أنا بيني وبينك أطفال، جل من لا يخطئ. وهاي النقطة اللي أنا وضحتها، إنه إيه؟ لازم يكون في حوار وقعدة، والحياة ما تنتهي. كلنا معرضين للغلط. بالضبط. كلنا معرضين نغلط. عموما يوم زيد أنا شاكر لك على طرح هذا الموضوع، ويبدو أن الناس بدأت تتفاعل مع هذا الموضوع بشكل كبير جدا، وأنا سعيد أنه ينطرح في مثل هالمواضيع في بداية الحلقة، لأن في من هو مؤيد بأن المرأة ضعيفة، وفي من هو مؤيد بأن الرجل هو اللي يعني دائما مسؤول عن هذه الأخطاء. فيعني اهتمام الزوج واهتمام الزوجة واهتمام اللي بغيت أقوله، أن أنت عليك واجبات ولك حقوق، وهي عليها واجبات ولها حقوق قد ما تقدر. واليوم صراحة وبكل أمانة أقولها، لا تعتقد أنك أنت يعني تقدر تأدي كل الواجبات وكل الحقوق، ولا تتوقع المرأة منك أنك تكون جبار ورجل حديدي، وأنك يجب عليك من الواحد للعشرة تكون مكمل كل الأمور. بالنهاية أنت بشر وعندك طاقة، وهي كمان بشر وعندها طاقة، وانت كمان لا تترجى من وراها انها تكون فل انرجي طول اليوم. ما هي وراها اولاد، وراها هم، وراها يمكن شغل بعد تكون عاملة في نفس الوقت. فالحياة ترى تكاملية، انت عليك شيء وهي عليها شيء، انت لازم تفكر وهي لازم تفكر، واللي اكثر من هذا يجب ان يكون مفهوم التسامح فيما بينكم موجود والمحبة موجود. تخطئ وسامحك، ان الله غفور رحيم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لو مهما أخطأت
بمجرد أنك ما تستذكر أنك أخطأت وتستغفر ربك وتأتي بنية صافية وسليمة وتنوي أنك تصلح من شأنك وتحاول أنك تصلحك، هذا كافي. فإن الله سبحانه وتعالى يجدد البيعة والعهد مع أي عبد من عباده يرجع معترف بخطأ ويستغفر ربه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه هي اللي يعني أنا أتصور أنه يجب أن تكون ما بيننا ثقافة التسامح، ثقافة الفرصة الأخرى يجب أن تكون. أحيانا ترى والله العظيم أحيانا في علاقات الزوجية بالتحديد يجب على الرجل المرأة أنه يرى الخطأ ويتسامى ويتغافل عن هذا الخطأ. ليش؟ لأنه وقوفك على هذا الخطأ يؤدي إلى خطأ أكبر ويؤدي إلى أنك مثل شرط المرور قاعد على كل مخالفة لك بالنهاية، أو أنك مراقب، أو أنك مراقب مش مراقب مراقب أيضا، فيؤدي إلى توتر في الحياة والعلاقة في المنزل وفي العاطفة. على فكرة مو بس في المنزل والعاطفة، مو بس بين الرجل والمرأة، بينك وبين كل العلاقات، بينك وبين أخوك، بين أمك، بين أبوك، بين أصدقائك، دائما تغافل. ففن التغافل هذا فن جميل جدا، تشوف ولكن الخطأ مش جسيم، فلا توقف عليه، طوف وكأنك لم ترى، وحاول بأسلوب جميل توري أنك أنت كنت تعرف وتغافلت لأجل العلاقة السامية اللي بينك وبينه. هذا اللي أنصح.